مباراة إنبي، إحنا كنا هايلين في مباراة إنبي، عملنا مباراة كبيرة كبيرة جدا على إنبي. إنبي اللي كان متعادل مع النادي الأهلي بتعمل معاه مباراة كبيرة جدا في ملعبه، وهو اللي يعتبر بيتعادل معاك، لأن أنت كنت كابتن كشري. خلينا نعترف بكل أمانة ونديك حقك، فعلا أداء نادي الداخلية اختلف منذ تولي حضرتك الإدارة الفنية، رغم إنك أنت طبعا أول ما تتوليت أنا اتكلمنا أنا وأنت، تعرف إحنا أصدقاء دايما وبنتناقش. أنت توليت الفنية في مهمة انتحارية ولازم نعترف بده، وعايز اقول لكل المتابعين في الداخليه او كل المتابعين ان الكابتن احمد كشري مش مسؤول عن كل حاجه عدت قبل كده، احنا بنحاسب الراجل على ارض الواقع منذ تولي الاداره الفنيه. حتى الان اداء مرضي، مرضي، اداء ماشي بشكل كويس، ماشي بشكل كويس مع الفارق الكبير اللي بينك وبين الانديه الاخرى من الامكانيات واللاعبين. كابتن محمد اشكرك طبعا يعني على الكلام ده، وعايز اقول لك حاجه، انت النهارده بتلعب فريق مين؟ فيوتشر. فيوتشر كسبان فاركو 2، كسبان المصري في ملعبه، انت بتلعب فرق كبيره معلش، وانت النهارده الافضل في الملعب في كل حاجه، في الفرص، في التنظيم، في التحولات الهجوميه، يعني الحمد لله بفضل الله. لا الفرقه اللعيبه عندي صدقوا، لان قلت لهم لازم تصدق نفسك انك لعيب كويس، لازم تصدق ان انت تكسب اي حد في الدوري، وبقى لنا مباراتين التوفيق بس اللي غايب عننا شويه، لكن للامانه انا بشكر لعيبتي جدا، وان شاء الله باذن الله الجاي افضل للداخليه. وان كان انا جيت في ظروف صعبه، لما تيجي مع فرقه مثلا لعبه 17 ماتش عندها 9 نقط صعبه جدا الموضوع. لا وانت في تقريبا في كام ماتش خدت كام نقطه النهارده؟ لو كسبت كنت هتبقى 3 نقط، خلي بالك يعني النص بالظبط. مع فيوتشر بتتعادل، مع فيوتشر وبتتعادل مع امبي، يعني معلش امبي، امبي بيلعب، عايز يلعب افريقيا وعنده لعيبه كويسه وعلى ملعبه، فانت بتلعب مع فرقه كبيره، يعني فرقه كبيره جدا، والاداء في كل مباراه بفضل الناس زي حضرتك بيخرجوا ويشيدوا بالفريق، وبنطلع لعيبه جديده. انا طلعت في الفرقه حوالي 5-6 لعيبه ما كانوش بيلعبوا في الدوري الممتاز، فالنهارده موجودين وبيادوا بالاداء ده، فانا بحمد ربنا عليه وبشكر لعيبتي مره ثانيه مره واثنين. خلي بالك كابتن احمد، لو النهارده لو كسبت النهارده كنت عديت المقاولين فاركو يعني، والله بس ان شاء الله الخير في اللي جاي. كابتن محمد النهارده طبعا مع احترامنا الفريق فيوتشر فرقه محترمه، لكن كره في العارضه وكورتين زياد طارق لو فنشهم كان ممكن يقرا من زياد، عامل العامل لما نزل عمل جيم كويس قوي. طيب كابتن احمد النهارده كنت شايفك في بعض اوقات المباراه غير راضي عن الاداء التحكيمي، هذا برضو يعني بص انا مش عايز اتكلم عن التحكيم، بس انا هقول لك حاجه فضل. انا ما خدتش حقي للامانه، ما خدتش حقي في الملعب، بس مش هقول اكتر من كده. بمعنى كابتن يعني كابتن احمد حمدي النهارده يعني نقدر نقول كان هناك بعض يعني نقول ايه كابتن احمد حمدي حكم كبير وانا بحبه، حكم كبير، لكن كان محجمنا النهارده جدا في مواقف كتيره، مش عارف ليه. احنا برضو فرقه يعني لينا اسمنا، يعني حتى لو بتلعب في يوتشر يعني في كوره مثلا في نص الملعب، يا ريت يجيبوها المحللين، الكوره انفراد من نص الملعب، اللاعب بتاعي عدى وراح يجيب جول، حسب فاول احنا مش شايفين فيه اي فاول، طب ما تديله الفرصه وارجع للفار، يعني ادينا فرصتنا، لكن تحجمنا في كور كتير. لكن انا ما اقدرش اقول ان الكابتن احمد متعمد، طبعا حكم كبير وانا بحبه على المستوى الشخصي، لكن لا النهارده كانت مايله كفه في اتجاه فيوتشر شويه. طيب كابتن كشري، احنا قلنا ان الكابتن احمد كشري تولى مهمه انتحاريه، وده خلاص انت راجل على ارض الواقع واشتغلت فعلا في صمت وتحملت المسؤوليه، ودي لك التحيه والتقدير في الموضوع ده. المباراه القادمه من يعني من اقوى لاقوى، يعني انت عندك المصري وسيراميكا والاسماعيلي والاهلي، كل دول فرق يعني انت عارف الدوري كله يعني فرق فيها تنافسيه، كل فريق بيدور على الاستقرار في مركز مميز بالنسبه له. شايف الاعداد للمباراه اللي جايه ازاي؟ وده برضو يعني هي مباراه، كل مباراه صعبه، مش مباراه سهله ومباراه صعبه. طبعا انا بلعب فرق كبيره، فرق يعني يعني مثلا خارج النهارده من المباراه في فيوتشر معروف بامكانياتها وبلعبتها وبامكانياتها الماليه كبيره، وفريق بيلعب افريقيا، يعني فريق عنده لعيبه كتيره كبار وخبرات، لعبوا اهلي وزمالك ومنتخب مصر الغنام، منتخب مصر محمد فاروق، عند عبد الكبير الواد، عنده الفرق هتخرج من هنا تروح تتصادم بالمصري اللي امكانياته ممكن تكون اعلى كمان في اللعيبه في الامكانيات، فانت بتقابل فرقه كبيره، الدوري ما فيهوش فرقه صغيره، لكن كل مباراه بنعمل لها حسابها واللعيبه اللي تناسب المباراه، واحنا الحمد لله بفضل الله اللعيبه بتاعتنا لعبت 3 مباريات مع فرق كلها فرق قويه جدا. لما تلعب مع المصري اكيد هتحترم المصري، فرقه المصري معاهم يعني هو رئيس نادي موفر لهم لبن، وعندهم مدير فني كبير كابتن علي ماهر، استاذ كامل ابو علي طبعا، ومعاهم كابتن علي ماهر وجمهور المصري العظيم، وراهم بلد،
فانت بتقابل فرقه كبيره فطبعا اكيد يعني تحضيراتنا ليها. وعندك برضو كده بعد الاسماعيلي بعد تعثره برضو في الفترات الاخيره وبعد كده النادي الاهلي. الاسماعيلي موقفه ما زال صعب والمباراه هتبقى صعبه، ما فيش ماتش سهل يا ابو حميد، لكن ان شاء الله باذن الله الداخليه باذن الله يكفي ان احنا الناس احترمت الفرقه بتاعتنا وشافت فريق مختلف اهدافه مختلفه، فريق قوي، فريق سريع، فريق عنده حاجات مميزه في الملعب بيعملها، ده اللي بنشتغل عليه. فالحمد لله يا ابو احمد كابتن كشري يعني اداء ودود، وانت بشكر الجهاز بتاعي بالكامل برضو على الاداء اللي فيه الفريق ده، مجهود الجهاز المحاول اللي هي كله. ما تنساش والنبي يا احمد مصطفى الظاهره، والنبي عامل شغل كويس. والله عامل شغل كبير احمد مصطفى سوكا، يعني ما شاء الله فريق تحليل، ويوسف عبد المنعم ومعاه رمضان طبعا، يوسف طبعا الواعد يوسف عبد المنعم طبعا طبعا، كابتن راجب وكابتن شرف وكابتن شكري وزيكا وحازم والدكتور احمد عبد الله. والله يا كابتن كشري انا ببقى سعيد بالمدربين اللي بيكافحوا رغم ان الامور على ارض الواقع صعبه، بس انا بتمنى لك توفيق. كابتن الكبير كابتن احمد كشري المدير الفني للنادي الداخليه، بشكرك شكرا جزيلا.